عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي عاملين؟ يا رب تكون بخير. بداية كده إن شاء الله هنعمل زي مراجعة كده سريعة على أول جزء أخدناه في برنامج مايكروسوفت وورد اللي هو جزء القائمة فايل، ثم هناخد الجديد اللي إحنا محتاجين إن إحنا ناخده في محاضرة النهاردة. قبل ما أبتدي أبدأ في أي حاجة، حد عنده أي سؤال؟ هو انا مش عارف حضرتك، بس انا اسف الازعاج. التاسك المطلوب ايه؟ لان انا دخلت في نص المحاضره. كنت طلبت من الناس ان هي تعمل لي تمبلت جاهزه اللي هو النموذج اللي عندك، اختار اي نموذج فيهم وعدل عليه. احنا بننشئ ازاي تمبلت جاهز؟ عن طريق قائمه نيو، وبختار اي تمبلت انا عايزه. انا عايزك بس تعدل على التمبلت، يعني انا اخترت التمبلت ده وقلت له كريت، ابتدي بقى اعدل عليه زي ما انا عايز، بس عدل عليه على حاجه من ضمن الموضوع، يعني من ضمن الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده. يعني مثلا هاجي اكتب له هنا اي سي دي ال، واكتب له هنا مثلا تحتها اختصارة الاي سي دي ال هي انترناشونال كمبيوتر درايفنج لايسنس. ابتدي مثلا اشرح هي ايه مثلا كمثال، وضيف اي حاجة هنا وبس. هو ده التاسك، انا عايز الناس بس تعمل تمبلت جاهزة، وكل ما عليها بس ان هي تعدل عليه. اكتب لي مثلا من فوق اسم الشركة، هذه حاجة بسيطة. زي ما قلنا اي سي دي ال اهو، كتبت اختصارها بتاعتها، وفي كلمتين او في سطرين تكتب لي يعني ايه اي سي دي ال اصلا. دي لو عايز تضيفها ضيفها، مش عايز براحتك، انا ممكن اشيلها اصلا خالص، وهكذا. فكل القصه ان انا عايزك تدرج تمبل الجاهزه، وكل ما عليك ان انت هتعدل عليها فقط. فلاير انا ما فيش اي مشكله، لا ما فيش اي مشكله، طالما عملتي الفلاير عملتيه على شغلك برضه ما عنديش اي مشكله. تمام. كنا اخذنا في قائمه فايل المحاضره اللي فاتت هنعمل مراجعه سريعه على قائمه فايل. كنت بدخل على قائمه فايل وهم عندي اللي هي الصفحه الرئيسيه اللي بيكون فيها المستندات اللي انا فتحتها، واللي بيكون فيها التمبلت اللي هي موجوده عندي. طيب لو عايز افتح مستند جديد، كنت بروح على نيو وبختار حاجه اسمها بلانك دوكومنت، يعني مستند فارغ او مستند فاضي، واروح افتحه وابتدي اعدل عليه زي ما انا عايز. طيب لو عندي ملفات موجوده على الجهاز، وانا دلوقتي مثلا مفترض فاتح مستند اسمه العلاقات الانسانيه، وقلت لك انا عايزك تفتح لي مستند اسمه التسويق، هتعمل ايه فيه؟ هل اقفل المستند اللي انا فاتحه واروح ادور في الجهاز والف لفه طويله حوالين نفسي؟ لا، من داخل المستند نفسه اللي انت فاتحه هتروح على قائمه او امر اوبن، واقول له حاجه اسمها براوس او استعراض. فتح معاك الجهاز بتاعك، شوف انت حاطط الملف بتاعك فين. نفترض ان انا حاطه على الديسكتوب، وادور على المستند اللي انا عايز افتحه. طيب كنا بعد كده اتكلمنا على انفو بتعمل ايه لو عايز اعمل حماية للمستند بتاعي. كنت بروح على انفو، بعد كده بروح على حاجة اسمها بروتكت دوكومنت او حماية المستند، اللي هي علامة القفل والمفتاح اللي انتوا شايفينها، هدوس عليها واروح اختار نفس العلامة، هي انكريبت ويز باسورد، التشفير بواسطة كلمة المرور، وابتدي اكتب الكلمة اللي انا عايزها. كنا اتكلمنا عندي حاجه اسمها سيف وسيف اس، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ لو انا فاتح مستند لاول مره، الاثنين نفس الاستخدام، الاثنين بيفتح لي او بيعمل لي استعراض للجهاز بتاعي، وابتدي احدد مكان الحفظ اللي انا عايزه. طيب نفترض ان انا لا مش اول مره افتح المستند، سيف اس بتحفظ لي نسخه احتياطيه من المستند بتاعي، او بتحفظه لي بصيغه اخرى، يعني نفترض ان انا عايز احفظه بصيغه البي دي اف، واروح على سيف اس واقول له براوس،
ومن سيف اس تايب اللي هو نوع الحفظ اروح اختار نوع الحفظ اللي انا عايزه كمثال بي دي اف واقول له سيف. طيب لحد الان النت كويس عشان نكمل احنا مرتاحين لحد الان الامور بسيطه. طب انا صوتي واضح؟ تمام خلاص يا هندسه، انا حبيت الميعاد ده 7:30 كويس خالص. طيب يا رب ان شاء الله كده يسترها معانا كده ويكمل لحد الاخر كويس. عندي برنت اللي هو الطباعه، طيب قبل ما اكمل في حد بيقول لو عايز احمل ملف انه يتعمل له مسح لاي شيء فيه، لكن اسمح لل انا مش فاهم السؤال، اسمح للمستخدم يملا بياناته. فهمتك يا هندسه، دي ان شاء الله جايه لنا، بس دي هو احنا بناخد او بنعمل زي عندك قائمه اسمها ديفلوبر المطور، وفي حاجه اسمها ريستراكت اديتنج. ريستراكت اديتنج فانت بتسمح، انت كانك بتعمل استماره. حلو كده، انا بعمل استماره كل ما على المستخدم ان هو بس هيعمل ايه، ان هو هيكتب البيانات بتاعته. دي قائمه اسمها ديفلوبر، يعني الناس اللي كانت حاضره معايا مايكروسوفت اوفيس دبلومه هيلاقي ان انا شارح القائمه دي بتاعت ديفلوبر، ولو كده ممكن برضو ان شاء الله نتطرق لها في نهايه الجزء ده، جزء الشرح يعني. طيب عندك برنت، قلنا برنت ده امر الطباعه، كوبيز اللي هو عدد النسخ، برينتر ده اسم الطبعه، وعندك هنا لو عندي مثلا نفترض 4 صفحات وعايز اطبع الاربعه كلهم، عايز اطبع الاربعه كلهم هقول له برنت اول بيج او طباعه كل الصفحات. طيب لو محدد جزء معين اقول له برنت سيلكشن. طيب ليه برنت سيلكشن هنا مش متفعله؟ مش متفعله عشان خاطر انا مش محدد جزء معين. طيب بصوا كده، انا حددت الجزء ده ورحت على فايل برنت وفتحتها برضه مش متفعله. طيب تعالوا نعمل حاجه تاني، حاجه لطيفه اهي، برنت اهي فعلت معايا ان انا حددت جزء من الكلام. طيب برنت كارنت بيج، لو عندي 4 صفحات وانا واقف حاليا على الصفحه مثلا الثانيه فانا عايز يطبع لي الصفحه الحاليه اللي انا واقف عليها. طيب الكاستم برنت طباعه التحديد، عندي 10 صفحات وعايزك تطبع لي من الصفحه 2 للصفحه 8، 2 شرطه 8، يعني هيطبع 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8. طب لو عايز اطبع 2 و8 يبقى 2.8. طيب برنت اون سايد بيطبع لي وش بس، اما البوست سايد بيطبع لي الورقه وش وظهر، وش وظهر. طيب الكوليتد والان كوليتد، مرتبه وغير مرتبه، بمعنى انا دلوقتي عايز اطبع 10 نسخ وعندي المستند بتاعي 4 ورقات، فهو هيخلص لي من نسخه نسخه، يعني هيطبع من 1 لـ4 كده نسخه، بعد كده من 1 لـ4 النسخه الثانيه، من 1 لـ4 النسخه الثالثه، وهكذا لحد ما يخلص اللي هو الـ10 نسخ. اما الان كوليتد اللي هو انا عندي 4 ورقات، كل ورقه هيطبع منيها عدد النسخ اللي هو محدده فوق، يعني الورقه الاولى 10 نسخ، الثانيه 10 نسخ، الثالثه 10 نسخ، والرابعه 10 نسخ، واضطر انا بنفسي ارتبهم. اورينتيشن اللي هو الاتجاه بتاع العرض، انا لو جيت اخترت لاندسكيب خلاها لي افقي، ولو جيت اخترت بورتريت خلاها عمودي او رأس. طيب الليتر حجم الورقه بتاعتي، لو عايز احجام يدويه هقول له مور بيبر سايز، واروح اكتب في الويتس اللي هو العرض، والهايت اللي هو الارتفاع، اروح اكتب الابعاد بتاعتي اللي انا عايزها. طيب الكاستم مارجنز كنا قلنا عليها اللي هي الهوامش، اللي هو الجزء الفاضي اللي بيكون على الاطراف ناحيه اليسار ناحيه اليمين اعلى واسفل. لو عايز احدد انا الهوامش بنفسي هدوس عليها واقول له كاستم مارجنز، واروح اختار من هنا الهوامش اللي انا عايزها. طيب
هنا في حاجة اسمها الوان بيج بيرشيت. يعني ايه وان بيج بيرشيت؟ معنى كلمة وان بيج بيرشيت يعني انا لو عندي اربع ورقات، اربع ورقات وعايز اطبع الاربعة في شيت واحد، هقول له الفور بيج بيرشيت، يعني ورقة الطباعة اللي انا بطبعها اسمها شيت. شير لو عايز اعمل مشاركة للملف بتاعي كبي دي اف، عايز اشاركه عن طريق الايميل وهكذا. طيب انا نفترض رحت على سيف از وعايز احفظه بصيغه البي دي اف وما لقيتهاش، هروح على اكسبورت واقول له ايه؟ كرييت بي دي اف. طيب وعايز اغير لون النظام بتاعي من اكونت واوفيس تيم، اروح اختار اللون اللي انا عايزه بالشكل ده، اختار اللون اللي انا عايزه بالشكل ده. طيب عندك بعد كده اوبشن، قلنا لو عايز اغير اسم المستخدم اهو اليوزر نيم، لو عايز اغير برضو لون النظام من الاوفيس سيم، السيف اللي هو الحفظ التلقائي، انا عايز اعمل حفظ تلقائي كل قد ايه؟ كل 10 دقائق هيعمل لي حفظ تلقائي للملف. طيب الملف نفسه اللي بيعمل له حفظ تلقائي يحفظه لي في اي مكان؟ من اوتو ريكفر فايل لوكيشن براوس، هقول براوس واروح اختار مكان الحفظ، وده سؤال بيجي في الامتحان الدولي، غير مكان الحفظ التلقائي. طيب الديفولت لوكال فايل لوكيشن مكان حفظ الملف الافتراضي، الملف الاساسي اللي انت شغال عليه الحفظ الافتراضي بتاعه يكون فين بالظبط؟ طيب عندك بعد كده اللانجوج اللي هي اللغه، اللغه اللي انت شغال بيها للبرنامج. طيب الكستمايز ريبون، شريط القوائم، القوائم الموجودة عندك فوق، لو عايز تظهر حاجة فيهم أعلم عليها علامة صح، ولو عايز أخفيها أشيل علامة الصح. والكويك أكسس تول بار اللي هو شريط الوصول السريع. ومن أدفانسد لو عايز أغير لغة الأرقام، في حاجة اسمها النومرال، وأختار من هنا لغة الأرقام اللي أنا عايزها. وعندك حاجة هنا اسمها الشو ميجرمنت اللي هي وحدات القياس، وأختار وحدة القياس برضو اللي أنا عايزه. طيب بروح على فايل وبعد كده على اكونت، اكونت واروح اختار حاجه اسمها الاوفيس سين، واختار اللون اللي انا عايزه من هنا عشان اغير اللون بتاع البرنامج اللي شغال. ده بالنسبه لقائمه فايل، انا ما اعتقد شرحناها اكتر من مره، يعني المفروض تكون اتحفظت بالنسبه للناس. القائمه دي، القائمه دي هتلاقيها في كل برنامج بتستخدمه، يعني المهندسين هتلاقيها في الاوتوكاد، هتلاقيها في السوليد وورك، هتلاقيها مثلا في الريفت، هتلاقيها في البرامج بتاعت الاوفيس عموما، وورد باوربوينت اكسل اكسس، هتلاقيها اللي هو بيستخدم الفوتوشوب، اللي بيستخدم برامج المونتاج. القائمه دي اساسيه في كل برنامج. قائمه فايل فيها اي مشكله؟ طيب الصوت كويس واضح بالنسبه للناس، نكمل زي ما احنا ماشيين. تمام كويس خالص. طيب انا دلوقتي عندي مثلا كلام موجود في المستند بالشكل ده، وعايز ان انا ابتدي اغير نوع الخط، نوع الخط. خلي بالكم بالنسبة لجزء الفونت بالكامل هيتكرر معاك في كل برنامج، هتلاقيه هو هو في الباوربوينت، هتلاقيه هو هو في الاكسل، هتلاقيه هو هو في الاكسس، تلاقيه بيتكرر معاك تاني. طيب احنا قلنا اللي فوق ده عندي اسمه شريط العنوان، فايل هوم انسيرت ديزاين لاوت، ده اسمه شريط القوائم او التابات، كل تابة فيهم نازله منيها مجموعه ادوات اسمه الريبون او شريط الادوات، واللي تحت دي اسمه شريط الحاله. كل تابة او كل قائمه فيها كذا جروب، الجروب ده خاص بايه؟ بالخطوط الفونت، الجروب ده يخص بالباراجراف، الجروب ده يخص بالستايل، الجروب ده يخص بحاجه اسمها الايديتنج. هتدخل على انسرت هتلاقي فيه جروب اسمه ديستريشن، ده خاص بالصوره والشكل ومخطط تفصيلي ورسم بياني وهكذا. تلاقي مثلا جروب زي ده خاص بالهيدر والفوتر، يبقى معنى كده ان شريط الادوات اللي عندك متقسم لكذا جروب، كل جروب بتلاقي استخداماته واحدة. يعني الاستريشن هتلاقي الأدوات دي كلها بتعمل نفس الحاجة، استخداماتها واحدة.
هنبدأ دلوقتي في أول جروب في قائمة هوم اسمها الفونت، دي خاصة بالخط. تعالوا كده، احنا قلنا علشان نبتدي نشتغل على أي حدد الجزء اللي هشتغل. طيب أنا دلوقتي عايز أغير نوع الخط، نوع الخط بتاعي. شايفين المستطيل اللي موجود في جروب فونت اللي هو الخط؟ هتدوس على السهم بتاعتها، كنترول مع شيفت، كنترول مع شيفت مع هيجيب لك ده. هتروح هنا وتختار نوع الخط اللي انت عايزه. حاضر. كنترول مع شيفت مع اف، كنترول مع شيفت مع اف، اختصارت المستطيل ده. اول ما ادوس على السهم هتظهر معاك قائمه بالشكل ده اهو، تختار نوع الخط اللي انت عايزه. طيب اي نوع خط بلاقي جنبه كلمه اسمها ابجد هاوز فهو خاص بالخطوط العربيه، بمعنى لو انت كتبت حاجه في المستند بالعربي يبقى علشان اغير نوع الخط بروح جنب الخط اللي هو جنبه كلمه اسمها ابجد هاوز فهو ده خاص بالخطوط العربيه، اما الباقي ده كله خاص بالخطوط الانجليزيه. هتلاقي جنب خطوط معينه في زي سحابه وفي سهم نازل لتحت، ده معناه ان الخط مش موجود، فبيقول لك ايه سيلكت تو داونلود، نزل الخط ده من الانترنت، فدي معناها ان الخط بتاعك مش موجود ونزله من الانترنت. حلو خالص. طيب لو عايز اغير حجم الخط، المستطيل الصغير اللي جنبه اللي مكتوب فيه رقم 11 مثلا اللي هو اختصار كنترول مع شيفت مع بي، يبقى المستطيل اللي هو فيه نوع الخط الاختصار بتاعته كنترول مع شيفت مع اف، اما حجم الخط كنترول مع شيفت مع بي. طيب من هنا هروح اختار حجم الخط اللي انا عايزه. انا لو بكتب بحث علمي الخطوط اللي انا بشتغل عليها 12 14 16، 16 اللي هو بيكون العنوان الاساسي بتاعي، 14 عنوان الرئيسي، 12 عنوان الفرعي، يا اما مثلا بيكون ال 16 اللي هو العنوان الاساسي بتاعك و14 اللي هو الكلام اللي انا بكتبه، انت بتلعب ما بين الثلاث احجام دول. طيب الخط الرسمي تايم نيو ريمون، ده الخط الرسمي اللي بكتب بيه الابحاث العلميه. طيب جنب المستطيل الصغير في حرف الايه كبيره وايه صغيره، ايه كبيره وايه الصغيره، الكبيره بتكبر حجم الخط، طب ايه الصغيره بتصغر حجم الخط، دي انكريز فونت سايز يعني بتزود حجم الخط، ودي ديكريز فونت سايز اللي هو بتصغر حجم الخط. طيب حلو خالص. جنبها في اللي هو ايه كابيتال ايه سمول، ايه كابيتال ايه سمول بتعمل ايه؟ تعالوا كده نحدد حاجه بالشكل ده ونكبرها عشان نعرف بتعمل ايه. الناس واخده بالها من كلمه دوكيمنت، ايه كابيتال ايه سمول بيجيب لك سؤال في الامتحان الدولي، قم بتغيير حاله الاحرف الى الاحرف الكبيره، فبروح على ايه كابيتال ايه سمول هقول له مثلا كمثال حاجه اسمها اللوير كيس، ده اللي هو الاحرف الصغيره، خلاها لك كله سمول. طيب ابر كيس خليه لك ايه كله كابيتال. طيب حاجه اسمها الكابيتالايز ايتش وورد بيخلي لك اول حرف بس كابيتال والباقي سمول. طيب توجل كيس خلى لك اول حرف سمول والباقي كابيتال اهو، ده حاجة اسمها الفول ويدث اللي هو عرض كون كبير، ده نصف عرض اهو بالشكل ده. الأمرين دول مش هتلاقوهم غير في أوفيس 365، أما السنتنس كيس دي اللي هو الحالة العادية. يبقى لو عايز أغير حالة الأحرف بس دي خاصة بإيه؟ خاصة بالخطوط الإنجليزية فقط، يعني مش بعملها على أي خطوط عربية.
بروح على ايه كابيتال سمول وبختار اللي انا عايزه بالشكل ده. لو قال لك احرف كبيره هتختار ابر كيس، احرف صغيره لوير كيس. حلو خالص. كنترول زد بيرجع لي خطوه لورا، كنترول زد يرجع لك خطوه لورا. طيب انا دلوقتي نفترض عندي كتابه بالشكل ده، انا حاسس ان الخط بتاعه رفيع، انا عايز اتخن الخط، هروح احدده وبروح او ادوس على اختصاره كنترول مع بي اهي، او ادوس على حرف البي. ايه اللي حصل؟ بصوا الفرق ما بين الخط ده والخط اللي فوق، ده خط تحسه رفيع شويه، ده خط تحسه معمول له عمليه تضخيم. طيب لو عايز اميله حرف الاي، اختصاره كنترول مع اي اهو بالشكل ده. طيب لو عايز احط خط تحت الكلام حرف اليو، اختصاره كنترول مع يو. جنب حرف اليو في سهم نازل لتحت، دي كلها انواع الخطوط اللي من تحت اهو. طيب انا لو عايز انواع خطوط اكتر هقول له حاجه اسمها المور اندرلاين، ومن الاندرلاين ستايل هنا اروح اختار اللي انا عايزه. طيب عايز اغير لونه، هتلاقي في كلمه اسمها الاندرلاين كلر، تختار اللون اللي انت عايزه اهو. طب الالوان دي مش عاجباني، عايز الوان اكتر، من حاجه اسمها المور كلر، تمشي هنا على اللون اللي انت عايزه، يا اما بتروح على حاجه اسمها الستاندرد وبرده تمشي على اللون اللي انت عايزه وتقول له مثلا اوكي بالشكل ده. طيب الاي بي سي او الاي بي بيحط لي خط في وسط الكلام اهو، حط لي خط في وسط الكلام. طيب لحد هنا في اي مشكله؟ حد هنا في اي مشكله؟ طب الامور سهله وبسيطه. تمام، علشان الناس هتطبق اللي انا بعمله، يعني هتبعت لكم ملف هقول لك والله غير لي نوع الخط، حجم الخط، اعمل لي مش عارف ايه وهكذا. كويس خالص. طيب انا عايز اغير اللون بتاع الخط، لون الخط اسود مش عاجبني، شايفين حرف ال اللي تحتيه مستطيل بلون معين سواء كان اللون الاسود او اللون الاحمر، هتروح على السهم اللي جنبه هدوس عليه واختار اللون اللي انا عايزه اهو، بيغير معاك ايه لون الخط. انا اخر لون مختاره ايه؟ اللون الاحمر. طيب اخر امر عندك اسمه الجريديانت، بيدي لك اللون اللي انت مختاره بس في شكل ايه؟ تدريجي اهو، اختار الشكل اللي انت عايزه. طيب انا دورت في الالوان دي ولا لون فيهم عجبني، هروح اقول له حاجه اسمها المور كلر، يعني انا عايز الوان اكتر، وبرضه اروح امشي على اللون اللي انا عايزه في الكاستم، يا اما في الستاندرد اروح اختار اللون اللي انا عايزه واقول له اوكي. حلو، في طريقه تانية بغير منيها نوع لون الخط، حرف الايه ده، بس المره دي بيدي لك لون الخط بتاثيرات، ادوس عليه اهو، دي كلها الوان للخطوط. تمام، طيب هتروح على حرف الايه، هتلاقي في حاجه اسمها الاوت لاين. اوت لاين بتعمل ايه؟ احنا دلوقتي مثلا مش واخدين بالنا الاوت لاين بتعمل ايه، او انا اختار اللون مثلا الاحمر، اروح حاجه عند الكلام ده اكبره شويه ونركز مثلا مع بعض اهو، عند حرف الايه عند الاوت لاين. انا مش حاسس ان هي عملت حاجه، اروح على الاوت لاين وهروح اختار حاجه اسمها الويت. مفيش حاجه ظهرت. طيب تعالوا كده نحدد ده بس، كبره
خدتوا بالكم الاوتلاين؟ خدتوا بالكم الاوتلاين اللي هو الحد الخارجي بتاع الحرف ده اللي هو الاوتلاين. طيب عندك هنا حاجة اسمها الويت، الوزن او السمك بتاع الحد الخارجي اهو زي ما انتم شايفين بيحصل ايه فيه. طيب الحد الخارجي انا عايزه شكله يكون ازاي؟ في حاجة اسمها الداش، داش لاين اهو، بدل ما هو يعمل لك خط مستقيم يعمل لك خط منقط سنتر لاين مثلا، داش وهكذا. الناس اللي في هندسة هتعرف يعني ايه داش، ان شاء الله احنا بندرسها سنة كاملة مع بعض يعني لحد ما يطلعوا عنا فيها. ف دي غير دي غير دي غير دي، امتى نرسم دي وامتى ترسم دي؟ الحجم بس صغير هكبره. اهو خدتوا بالكم؟ اهو ده اللي هو الحد الخارجي. بالظبط بالظبط يا هندسه. طيب ده بالنسبه للاوت لاين، ولو عايز لون اكتر المور كلر. طب لو مش عايز حد اصلا هقول له نو اوت لاين. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها الشادو. الشادو بيعمل لك زي ظل. بص كده عمل لي ايه؟ عمل لي ظل فرشتين. لو قصدك على دي فانا لسه ما شرحتهاش، لسه هرجع لها. تمام قصدك على ايه يا هندسه؟ الفرشه بتاعت اللون فين؟ القلم. تمام دي القلم اللي في النص اللي ما بين اللونين دول. ما لسه برضه ما شرحتهاش. حاضر هخلص بس دي واشرحها. بس دي حرف الايه اللي تحتيها مستطيل باللون الاحمر، ده لون الخط. نفس القصه الايه دي بيغير لون الخط. الشادو بيعمل لي زي ظل. طيب الريفليكشن بيعمل لي زي مرايه. بص عمل ايه؟ مرايه، عكس الكلمه بتاعتك. ده اللي هو ايه؟ ريفليكشن. طيب الجلو بيعمل لي توهج. يعني ايه توهج؟ بصوا كده حوالين الكلمة اللي أنا كتبتها عمل لي زي لون معين اللي أنا بختاره، توهج أهو، عمل إضاءة. تختار اللون اللي أنت عايزه، لو عايز ألوان أكتر هقول له إيه؟ مور جلو كلر. اختار من هنا، لو مفيش لون من هنا عاجبني أروح أقول له مور كلر. طيب النمبر ستايل دي بتعمل ايه؟ كبر ده، ادي النمبر ستايل. اشكال خاصه بالارقام، سيالات الرقم اهو وهكذا. دي برضو شايفهاش هتفيدني جامد، يعني زي ما قلنا دي كلها تنسيقات خاصه بلون الخط. انا عايزها بالشكل ده وبغير زي ستايل ليها. طيب الايه انا ما عنديش اشرحها في الشريط ازاي، دي ولا دي؟ اي واحدة فيهم مش موجودة. اللي هي دي اللي انا واقف عليها دلوقتي. مش موجودة. طب حضرتك اوفيس كام؟
هي بس هتكون موجودة في مجموعة الفونت، يعني ممكن نغير الترتيب بس، مش شرط ان هو يكون ماشي بنفس الترتيب اللي ماشي عندي، لان انا عندي اوفيس 365. هتلاقيها في اوفيس 2010، هتلاقيها في 13 و16 و19، وهتلاقيها في 365. بس هنا في الايه هتلاقي مثلا ممكن في 2010 ما تلاقيش اخر اتنين، ممكن تلاقيهم على حسب الاصدار بتاعك. لو ما لقيتهاش صوري اللي بيظهر معاك في قائمة هوم، وممكن تبعتيها على الجروب بتاع الواتساب عشان ابص عليه. طيب حلو خالص. طيب بصوا كده، انا دلوقتي حددت مثلا الجزء ده ورحت عند علامة اللي هو القلم اللي هو تكست هايلايت كولر، ايه اللي حصل؟ عمل لك تظليل على كل سطر. طب انا حددت الجزء ده ورحت على السهم اللي جنب القلم واخترت لون تاني، اهو زي ما انتم شايفين بتعمل ايه، بيعمل لك تظليل على كل سطر بالشكل ده. طيب نفترض دلوقتي انا عايز اكتب معادلة، معادلة رياضية، عايز اقول له والله اكس 2 زائد واي 2 هتساوي مثلا 25. هل دي الصيغة الصحيحة لكتابة اكس 2 او واي 2؟ يا ريت اللي يعرف يجاوبني، ازاي اخلي الاتنين من فوق وازاي اخليها من تحت. وادي حاجة تانية ال H2O مثلا زائد ال NH4 ايا كان هتساوي ايه؟ كويس خالص، صيغة غير صحيحة. تمام حلو خالص، اللي هو سب سكريبت وسوبر سكريبت هما الاتنين اللي جنب بعض، شايفين الاكس اللي فوقيها 2 والاكس اللي تحتيها 2. انا دلوقتي عايز اخلي اكس تربيع، اروح احدد الرقم، احدده ازاي؟ كليك شمال واسحب عليه، شايفين الاكس اللي فوقيها 2 اللي هي السوبر سكريبت اللي هي كنترول مع يساوي، خليها لي من فوق اهو، حددت الاثنين ورحت على الاكس اللي فوقيها 2 حطها لي من فوق. طيب ال H2O اللي هو رمز الميه، انا عايز اخلي 2 من تحت، احددها واروح اختار الاكس اللي تحتها 2 اللي هو سب سكريبت، خليها لي من تحت. الاربعه بحدد الاربعه اقول له الاكس اللي تحتها 2 فخليها لي برضو الاربعه من تحت. كويس لحد هنا، في اي مشكله؟ شايفين انا عملت هنا، عملت انصقاد، عايز اغيرها، عايز امسح كل اللي انا عملته. الايه اللي تحتيها استيكه اسمها الاريزر، بيقول لي كلير اول فورماتنج، ادوس عليها ايه اللي حصل؟ رجعها لي زي ما كان التاني الاول اهي بالشكل ده، يعني مسح لك كل التنسيقات اللي انت كنت عاملها. لو تاني حددتها ورحت على ال اللي تحتيها استيكه اللي هو الاريزر، اه رجعها لك زي ما كانت في الاول. طيب حلو خالص. عندي دلوقتي مثلا كلمة اللي هو الاونلاين مثلا، رحت كتبتها هنا، اشيل الهايلايت اللي عليها نو كولر واروح اخليها في المنتصف. هو ممكن اعمل ماتش بروبرتيز بكل الخواص اللي كتبت بيها وانقلها لنص تاني، ينفع؟ اه ما انا لسه جاي لك بيها، لسه هشرحها دلوقتي. طيب انا دلوقتي انا عملت هنا اهو، عملت مثلا تنسيقات وغيرت خصائص وغيرت نوع الخط وغيرت حجم الخط، انا مش فاكر انا عملت ايه. انا عايز كلمه اونلاين دي
تبقى بنفس التنسيقات بتاعت كلمة دوكيمنت. اروح اعمل ايه؟ احدد الكلمة اللي عايز انسخ منها التنسيق، تمام؟ هتلاقي فيه من فوق اللي هو الكليب بورد، الجروب بتاع الكليب بورد، هتلاقي فيه علامة الفرشة اللي هي اختصارة كنترول مع شيفت مع سي، وبعد ما تلصق التنسيق كنترول مع شيفت مع في. احنا قلنا اختصار النسخ ايه؟ كنترول مع سي، بس دي هتزود شيفت. طيب اللصق كنترول مع في هتزود شيفت. فروحت انا هنا حددت النص دي ورحت على علامة الفرشة اللي انتوا شايفينها. انا دست على علامة الفرشة، بصوا كده اول ما ننزل في المستند ادي الفرشة ظهرت معاك. اروح اعمل ايه؟ اروح احدد على النص اللي انا عايز انسخ عليه التنسيق. انا عايز انسخ التنسيق على كلمة اونلاين، اروح اسحب عليها كده بالشكل ده واشيل ايدي. ايه اللي حصل؟ نسخ لك نفس التنسيق. تاني بعملها ازاي؟ بحدد النص اللي عايز انسخ منه التنسيق، واروح على علامة الفرشة اللي انتوا شايفينها اللي هي فورمات انتر او اختصارة كنترول مع شيفت مع سي، هدوس عليها. اول ما تنزل في المستند هتلاقي علامة الفرشة ظهرت معاك. انا عايز انسخ التنسيق ده على كلمة اونلاين، اروح احدد الكلمة اللي عايز انسخ عليها التنسيق، كليك شمال واسحب عليها واشيل ايدي، نسخ لي التنسيق هو هو بالشكل ده. طيب حلو خالص. طيب كلمة اونلاين دي عايز اعمل لها نسخ، انسخ منها نسخة تانية. شايفين رمز الكتاب اللي فوق الفرشة اللي هو اختصارة كنترول مع سي اللي هو كوبي، هدوس عليها وانزل في المكان اللي عايز انسخ فيه الكلمة دي، وراح اقول له كلمة ايه؟ بيست او لص او اختصارة كنترول مع في. اهو نسخالي بيست بينسخ. طيب لا، انا مش عايز اعمل عملية نسخ، انا عايز اشيل الكلمة دي من مكانها واحطها في مكان تاني، فبعمل لها كت، احددها واروح على علامة المقص اللي هي اختصارة كنترول مع اكس. اول ما ادوس عليها الكلمة اتشالت من المكان ده، اروح احدد المكان التاني اللي عايز الصق فيه الكلمة واقول له بيست او لصق. لا، هو مش بينسخ لك اللون، هو بينسخ لك كل التنسيقات اللي انت عملتها، مش اللون بس، بينسخ لك كل التنسيقات اللي انت عملتها. طيب ده بالنسبة لكليب بورد. اندو اللي هو امر الرجوع، كنترول زد وكنترول واي. كنترول زد برجع لك خطوة لورا، كنترول واي بيعمل ايه؟ بص بيعمل ايه كنترول واي؟ بيعمل لك زي دبل كيت للحاجة. طيب طيب لحد الآن في أي مشكلة في جزء الاندو والكليب بورد والفونت؟ عندي لون خليط ومش هعرف أعمل زيه، درسناها معاكم قبل كده، لون خليط. مش فاهم القصد هندسه، بس هو اللي احنا عملناه من فورمات بنتر ده بينسخ لك التنسيق بالكامل على كل حاجه انت عملتها. ممكن القصد اللي انت تقصده ممكن يجي معانا في الشرح فيما بعد، يعني ممكن في الباوربوينت، ممكن في الباوربوينت ان في حاجات هتلاقيها مثلا اختلافات بسيطه ما بين الباوربوينت وما بين الوورد. طيب قبل ما اكمل لحد جزئيه الفونت، في أي مشكلة مع الناس؟ تمام يا هندسة، مش مهندسة هبة، كود اللي هو قصده. فعلا على لو قصدك على الكود، يعني نفترض مثلا دخلت على لون زي ده، فتلاقي من تحت بيقول لك الكود بتاعه، ده الكود بتاعه، تعمل له كوبي، تمام؟ نفترض ان انا ما لقيتهوش مثلا،
بعد كده بتروح هنا مثلا في المور كولر، تمسح اللي تحت وتعمل بيست للكود بتاعك وقول له اوكي، هيعمله لك بنفس اللون اللي هو انت مختاره. حد عنده سؤال لحد الآن في الجزئية دي، سواء كان الاندو او الكليب بورد او الفونت؟ ندخل على اللي بعدها. حد عنده مشكلة؟ هنا اختار نون يعني بلا. ربنا يخليك يا هندسة، ربنا يخليك يا حبيبي. الناس ركز في الجزء الاولاني اللي انا شرحته، لانه هتكرر معاك في كل البرامج تاني، في الباوربوينت وفي الاكسل وفي الاكسس. مش مهندس احمد، اتفضل هندسه. اتفضل هندسه. انا افترض دلوقتي اهو بالشكل ده عندي، عايز اعمل معادله معينه اللي هو الاكس تربيع زائد الواي تربيع يساوي 25، وعايز اعمل معادله مثلا كيميائيه اتش 2 او زائد مثلا الامونيا اللي هو ان اتش 4، ايا كان مثلا الناتج هيطلع ايه. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اخليها اكس تربيع مش اكس اتنين، فبحدد الرقم، الرقم بس، بحدد الرقم. في عندك حاجه اسمها الساب سكريبت وحاجه اسمها السوبر سكريبت. الساب سكريبت اللي هو الاكس اللي تحتيها اتنين، خليها لك الاتنين من تحت. طيب الاكس اللي فوقيها اتنين، خليها لك من فوق. هو بالشكل ده، خليها لك من فوق. طب ال H2O لو عايز اخلي الاثنين من تحت، بحدد الرقم واقول اللي هو الاكس تحتها 2، عايز اخليها من فوق اللي هو الاكس اللي فوقيها 2 اهي. الاربعه عايز اخليها من تحت، حددت الرقم وهدوس اللي هو الاكس اللي تحتها 2. تمام. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ في أي مشكلة لحد وقتنا هذا؟ أمور بسيطة، الأمور سلسة، الأمور سهلة، ولا فيها أي مشكلة أعيد عليها تاني؟ أنا دلوقتي مثلا عندي كلمة بالشكل ده، حددت الكلمة دي، غيرت لون الخط، عملت لها بولد وميلت وحطيت خط تحت الكلام ده الأول. أنا عشان مختار نن اختار خط تحت الكلام. حلو. فأنا دلوقتي هروح، أنا عايز أغير مثلا كلمة آية أخليها بنفس التنسيق ده، هروح أعمل نفس الكلام هو هو من الأول؟ لا، هروح أحدد الكلمة اللي عايز أنسخ منها التنسيق. حدد الكلمة اللي عايز أنسخ منها التنسيق، وأروح على علامة الفرشة اللي موجودة في كليب بورد، أحددها، توطي عليها. أول ما تنزل في المستند هتلاقي علامة الفرشة ظهرت. أنا عايز أعمل إيه؟ عايز أنسخ التنسيق ده على كلمة مثلا مريم، أروح أحدد عليها، أحدد على مريم بس أهو، وأشيل إيدي من كليك شمال.
عمل لك نفس التنسيق هو هو. كلمة أحمد أنا عايز آخد منها نسخة تانية. علامة الكتاب اللي فوق الفرشة اللي انتوا شايفينها هدوس عليها، وهنزل مثلا المكان وأقول له مثلا بيست أو لصق، أهو بيست أو لصق، نسخها لي زي ما هي. أنا عايز أشيل كلمة مريم من هنا أحطها في مكان تاني، مقص اللي هو كنترول إكس، وراح أختار المكان اللي عايز أحط فيه كلمة مريم وأقول له بيست أو لصق. هنا ليه كنترول زد بيرجع لخطوة لورا، وكنترول واي بيعمل ايه؟ ايه اللي حصل معايا في كنترول واي؟ شالها لي خالص. ام بيعمل لك تكرار للحاجة اهو زي ما انتوا شايفين. طيب لحد الان في اي مشكلة؟ طيب حلو خالص لحد الآن. كذا كلمة مش جنب بعض، أنا الصراحة ما جربتهاش قبل كده، فممكن تجربيها وتشوفيها، لو حصلت معاك تمام. بس هو أنا بعمل إيه؟ أنا دلوقتي نفترض عندي أهو ده، أنا مغير التنسيق بتاعه نفترض، ومغير التنسيق ده، اختار اللون اللي انا عايزه مثلا، ورحت علامة الفرشة. الفرشة بتسمح لي ان انا اغير مثلا لكذا حاجة، اهو انا حددت الحاجات اللي هغير عليها اهو، لكن الالوان نفسها يعني نفترض دلوقتي عندي كذا حاجة، فانا لازم احدد على الحاجة اللي غير عليها التنسيق، لازم احدد عليها تمام. يا اما تعالوا نجربها مع بعض اهو، انا همسح واعمل كنترول زد، اقول له يساوي ار اي ان دي، اختار ده انا مغير التنسيق بتاعه، رحت على اللي هو فورمات بنتر ورحت حددت الجزء ده اهو، عمل ايه؟ انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل نسخ تنسيق لايه؟ للديسك ده. هروح علامة الفرشة، انا عايز انسخه على ايه؟ عايز انسخه على الباراجراف ده، وعايز انا لو رحت على اي مكان تاني هيكمل معايا حتى ما بين الباراجرافات كلها هيحددها، مش هينفع يحدد الباراجراف التالت ويسيب لي في النص. ليه؟ لان انا دايس كليك شمال وما شلتش ايدي منها، اول ما تشيل ايدك منها ايه اللي حصل؟ عمل لك نسخ تنسيق اللي انت عملته. ده بالنسبه لي نسخ تنسيق يكون حاجات قريبه من بعض. طيب انا دلوقتي عندي مثلا اسماء بالشكل ده، ورحت دست حاجه بالشكل ده، ايه اللي حصل هنا؟ عمل لك نقاط عندك، دي حاجه اسمها تعداد رقمي، ده تسلسل بس عملها لك بالنقاط، تعداد نقطي يعني، انا اسف، عملها لك بالنقاط. السهم اللي جنب اللي هو البريتس او التعداد النقطي هتلاقي اللي هو الجروب الثاني اللي هو الباراجراف، دي كلها اشكال ثانيه. طيب حلو خالص. طيب ليه الاسهم هنا جات ناحيه اليمين؟ ليه جات ناحيه اليمين؟ انا مش عايزها هنا، انا عايزها ناحيه اليسار، ان انا بكتب بالانجليزي. طب ليه جت ناحيه اليمين؟ حد يقول لي ليه جت ناحيه اليمين؟ تمام حلو خالص. يبقى معنى كده انا عندي مشكله هنا في ايه؟ في تكست دايركشن، اتجاه النص. انا بكتب ايه؟ انا بكتب انجليزي، واروح اختار حاجه اسمها ليفت تو رايت، ايه اللي حصل؟ خليها لي ناحيه اليسار زي ما انتم شايفين. طيب انا مش عاجباني التعداد النقطي اللي هو بالنقاط زي ما انتم شايفين، انا عايزها ارقام اللي جنبها،
هتلاقي في 3 صورة تحت بعض، وقبل كل شرطة كاتب لك 1 2 3 اهو. المرة دي بالأرقام أو الرموز. اللي جنبها برضو يعتبر نفس القصة، بس دي بعملها على إيه؟ بعملها على حاجة اسمها التيبل اوف كونتنت، جدول المحتويات اللي هناخد إن شاء الله في ريفرنسز أو المراجع إزاي بيتعمل، اللي هو الفهرس. أنت لما تفتح أي مرجع أو أي كتاب بتلاقي في الأول في عناوين أو جدول محتويات أو فهرس بيقول لك إن الكتاب ده فيه 1 2 3. يبقى دي الثلاثة اللي جنب بعض بيعملوا نفس الحاجة. طيب الكلام اللي انتوا شايفينه ده موجود ناحية ايه؟ ناحية اليسار. 3 رموز بالشكل ده زي بعض، واحدة المحاذاة ناحية اليسار هي اختصارة كنترول مع ال. طيب اللي في المنتصف سنتر، خلي لك الكلام في النص هي اختصارة كنترول مع اي. طيب لو عايز اعمل اخلي الكلام ده ناحية اليمين، اختار محاذاه ناحيه اليمين اللي هي كنترول مع ار اهو. الثلاثه اللي جنب بعض خاصين بالمحاذاه، ناحيه اليسار في المنتصف ناحيه اليمين. طيب عندي قطعه بالشكل ده، بصوا معايا كويس على القطعه دي. هل المسافات البدء اللي انتوا شايفينها بتساوي المسافات النهايه؟ لا، لان في سطر اكبر من الثاني، زي ما انتوا شايفين في سطور اكبر من الثانيه، فما فيش عمليه تساوي ما بين البدايات مع النهايات. اساويها ازاي؟ الرمز الرابع اللي انت شايفه اللي هو justify اللي هو ضبط، هدوس عليه واروح اختار حاجه اسمها justify او ضبط. ايه اللي حصل؟ ساوي معايا المسافات البادئة مع المسافات الناهية، ساوي البدايات مع النهايات. حلو خالص. طيب بدل ما اختار جاستيفاي راح قلت له جاستيفاي لو. طب ليه ما بانش حاجة؟ جاستيفاي سواء كان لو او ميديوم او هايت اللي هو المسافة ما بين كل كلمة والتانية، اخترت جاستيفاي ميديوم، بص اللي حصل، المسافة ما بين كل كلمة والتانية زادت. طب أنا هختار justify high، زادت أكتر. يبقى justify low medium high المسافة ما بين كل كلمة والتانية، أما justify اللي أنتوا شايفينها عندي بس ضبط، بيساوي المسافات البادئة مع المسافات النهاية. تمام. ماشي، قبل ما اكمل في هنا ريفيو ترانسليت. اترجم من انجليزي لمثلا عربي. اقول له انسيت. انا عايز اعمل ترقيم لده، اتجاه النص من فين؟ رايت تو ليفت. فادي ترقيم زي ما انتم شايفين اهو الشكل ده، ادي الارقام اهي، هو ده اللي قصدك عليه ولا حاجه تاني؟ باشمهندس مريم، ده اللي قصدك عليه ولا حاجه تاني؟ اللي هو ترقيم النجوم العربية عادي، كأني بعمل ترقيم لأي جمل عندي أهو، أو أروح على التعداد الرقمي بالشكل ده. ده اللي قصدك عليه ولا حاجة تاني؟ حلو خالص. جيت انا حددت الجزء ده، طيب عايز اعمل المسافه ما بين كل سطر والتاني. هتلاقي في حاجه اسمها هنا لاين اند باراجراف سبيسنج، المسافات ما بين كل سطر والتاني. زي ما انتم شايفين ادي الرمز ده،
تلاقي 4 شرط تحت بعض، وفي سهم طالع لفوق وسهم نازل لتحت. لو قلت لك خلي المسافة بين كل سطر والتاني مثلا 3، اهي 2، 1.5 وهكذا. طيب عايزك تخليها لي 4، مفيش 4 هنا، او عايزك تخليها لي دبل او سنجل، هتلاقي في حاجة هنا اسمها لاين سبيسنج اوبشن. لاين سبيسنج اوبشن، اعدادات المسافات ما بين السطور، هدوس عليه. طيب انا لو قلت لك خلي لي المسافه بين السطور سنجل، هتروح على كلمه من تحت اسمها ايه، لاين سبيسنج. لاين سبيسنج هتعمل ايه فيها؟ هتختار سنجل او هتختار دبل على حسب ما انا قايل لك. طب انا قلت لك خليها لي سنجل بس بمقدار 4، عند كلمه ات هنا اروح اكتب 4 واقول له اوكي اهو بالشكل ده. تاني اهو من لاين سبيسنج اوبشن، ومن اللاين سبيسنج انا اسف لاين سبيسنج اروح اختار الحاجه اللي هو قال لك عليها، مثلا عايزك تخليها دبل راح تختار دبل. طيب هتخليها لي دبل بس بمقدار 4 اهو، زود منها زي ما انت عايز، اكتب الرقم اللي انت عايزه. طيب عندك حاجه هنا اسمها اندنتيشن وحاجه اسمها السبيسنج. بصوا كده، انا دلوقتي حددت مثلا كمثال الباراجراف الاول، حلو، ورحت على اللاين سبيسنج اوبشن، ورحت على حاجه اسمها بيفور تكست من اندنتيشن، واروح اختار حاجه اسمها بيفور تكست قبل النص. نركب اللي هيحصل من تحت، بيخلي لك يقصد بيها ايه؟ المسافات البادئه، يخليها لك من فين؟ او من هنا لاين سبيسنج اوبشن، وبختار من بيفور تكست اللي هو قبل النص. ايه معنى كلمه المسافه البادئه؟ اللي هو الجزء اللي هو ناحيه اليسار. طب افتر تكست العكس المره دي، اللي هو اقول لكم دلوقتي اللي هو الجزء اللي ناحيه اليمين، اللي هو في نهايه الباراجراف بتاعك. حلو خالص. المسافة مثلا أنا دلوقتي محدد الباراجراف ده، ورحت على اللاين سبيسنج اوبشن، وفي حاجة اسمها سبيسنج، قال لي كلمة اسمها بيفور. بصوا كده بيعمل ايه؟ يعني ايه بيفور؟ قبل الباراجراف اللي انت محدده، المسافة اللي موجودة قبل الباراجراف اللي انت بتحدده. قلت له اوكي، اللي حصل ادي المسافة. طيب انا محدد الباراجراف ده، ورحت برضو من لاين سبيسنج اوبشن، ورحت قلت له افتر، يبقى معناها المسافه اللي بعد الباراجراف اللي انا محدده، خلال المسافه بين كل باراجراف والتاني كل قد ايه. يا اما ليها طريقه تانيه، شايفين السهم اللي من تحت خالص ده، باراجراف سيتنج، هدوس عليه ظهرت معايا نفس القائمه اهو بالشكل ده. طب لو قال لك خليها مثلا افتر تكست بعد النص، او بيفور تكست قبل النص، خليها لي قبل النص بالشكل ده زي ما انتم شايفين، بس خليها لي على السطر الاول فيرست لاين اهو زي ما انتم شايفين، لو ساب لي مسافه قبل السطر الاول. قلت له اوكي، اللي حصل لاحظين ان هو ساب هنا جزء صغير تاني اهو. رحت قلت له من السهم اللي من تحت بيفور تكست هتخليها لي مثلا قبل النص 5/10، بس هتخليها لي على السطر الاول اللي هو فيرست لاين، واقول له اوكي، ايه اللي حصل؟ خليها لك، ساب لك مسافه صغيره هنا في الاول. طيب لو عايز اخليها مثلا في الهانجنج، هدوس عليها، بصوا كده اللي بيحصل، عكس المره دي بقى، خلى السطر الاول كامل وبدل في السطور اللي من تحت. فدي يوصل بيها اللي هو المسافات البادئه والنهايه. هنا الدايركشن اتجاه النص، عايزه ايه، ليفت تو رايت ولا رايت تو ليفت، وهكذا. الالاينمنت المحاذاه بتاعتك، عايزها فين، في الليفت ولا السنتر، ولا عايزها فين. هنا الاوتلاين ليفل، دي اللي هو
هناخدها ان شاء الله قدام شويه. لو عايز اعمل زي اللي هو العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي والعنوان الفرعي للعنوان الفرعي اللي هو زي جدول المحتويات. تمام، حلو خالص لحد الان. طيب انا دلوقتي نفترض حددت الجزء، قلت لك والله حط لي الجزء ده داخل بوردر او حدود. شايفين علامه الاربع تربع دي اللي هي البوردر، وهروح اختار حاجه اسمها الاوتسايد بوردر او خليها لي داخل حدود. طب قال لك خلي لي الحد الخارجي دبل، السمك نفسه يكون ايه دبل. اروح على السهم ده واروح اختار حاجه اسمها ايه بوردر اند شادنج، تمام، وادور على هنا على بوردر دبل اهو بالشكل ده، واقول له اوكي زي ما انتم شايفين. طيب رحت تاني هنا وقلت له البوردر اند شادنج، قلت له انا عايز اغير اللون بتاعه اخليه احمر اهو من الكلر، واقول له اوكي خليه لي احمر. طيب لا انا عايزك تغير كمان السمك بتاعه من الويتس، واختار السمك واقول له اوكي اهو. بتحدد النص من علامة البوردر دي، اقول له انا عايز اخليه مثلا اوتسايد بوردر ولا اول بوردر، ولا انا عايز اخليه ناحية اليمين بس ولا ناحية اليسار ولا من اعلى ولا من اسفل، ولا عايزه فين بالظبط من بوردر اند شادنج. بتختار الشكل اللي انت عايزه من هنا، تختار اللون واقول له اوكي خليه لي بالشكل ده. طيب انا دلوقتي مثلا حددت الجزء ده، شايفين علامة الجردل بيقول لك ايه شادنج ظل، انا اخترت هنا اللون الاصفر. طيب تعالوا كده نحدد الجزء اللي من تحت، ونروح على علامة القلم اللي كان بيعمل لي الظل على كل سطر اهو. شايفين الفرق ما بين الاثنين، هغير اللون عشان يوضح. اهو الاول علامة الجردل بيعمل لك ظل على ايه، على القطعة بالكامل، حتى حوالين القطعة بيعمل لك ظل ليها، المسافة ما بين كل سطر والتاني بيعمل له ظل. اما علامة القلم اللي انتم شايفينها دي بيعمل لكل سطر ظل لوحده، لكل سطر ظل لوحده. طيب ده الفرق ما بين العلامتين دول. طيب حلو خالص، جيت انا هنا مثلا رحت كتبت اسماء بالشكل ده، احمد محمد علي او احمد محمد مثلا والزكي او ايا كان الاسم، اقول لكم ليه. طيب قلت لك رتب لي الاسماء دي ترتيب تصاعدي او تنازلي، احدد الاسماء اللي عندي، وهتلاقي في رمز الاي زت، اي زت اللي هو سورت، هدوس عليه. طب لو عايز ارتبه من الاي للزت تنازلي، اسندنج اهو، حرف الاي الاول كابيتال، بعد كده الام، بعد كده الزت. عايز اعكس ديسندنج اللي هو من الزت للاي، اختار من هنا ديسندنج واقول له اوكي، فعكس خلي لك زكي الاول بعد كده محمد بعد كده احمد، فده بيعمل لك ترتيب اللي هو من ايه، من الاي زد، بختار اسندنج او ديسندنج. طيب انا لو قال لي مثلا اعمل لي ترقيم للباراجراف ده بالكامل، يعني ايه ترقيم؟ معنى كده هو ما قالكش رقم الاسماء اللي عندك، لا رقم الباراجراف، ارقمه ازاي او يظهر ليك الهوامش بتاعته ازاي. هنا هتلاقي فيه زي ايه حاجه اسمها شو اند هايت، ده بيقول لك شو باراجراف ماركس اند اذر هيدنج فورماتنج سيمبل. لو جيت هنا دوست على العلامه اللي انتم شايفينها، عمل لك في نهايه كل باراجراف عمل لك العلامه دي، معناها بيقول لك ادي نهايتك هنا اهي، نهايتك هنا، نهايتك هنا، نهايتك هنا، نهايتك هنا، نهايتك هنا. حتى في البداية هنا أنا ما كنتش كاتب حاجة، بس أنا في مسافة سايبها، فطالما سايب مسافة راح عمل لك إيه الرمز اللي أنت شايفه. أنا سايب مسافة،
عشان كده عمل لك الرمز ده. ده بيبين لك اللي هو المكان اللي انت واقف عليه او نهاية كل باراجراف موجود عندك. زي ما قلنا دول اللي هو التكست دايركشن، اتجاه النص، ليفت تو رايت او رايت تو ليفت. لو بكتب انجليزي اخليه من اليسار الى اليمين، لو بكتب عربي من اليمين الى اليسار. اروح اشيل الرمز ده ثاني اهو بالشكل ده. طيب جيت حددت اهو، ولو قلت لك غير الستايل بتاعك خليه لي مثلا اسمه سترونج، اختار اللي هو الستايل سترونج اهو من الستايلز دي كلها، ستايلات خاصة بإيه بالباراجراف اللي عندك اهو. دي كلها ستايلات موجودة عندك. طيب أنا مش عايز السترونج، هرجعه زي ما كان النورمال أو الطبيعي. ده خلينا ناحية اليسار وأعمل له مثلا جاستيفاي، والمسافة ما بين السطور أخليها 1.5. طيب جيت انا قلت لك دلوقتي والله انا بدور على كلمه في المستند ومش لاقيها، هتلاقي في حاجه اسمها الايديتنج او التعديل. طالما بقول له انا عايز ادور فراح اقول له كلمه اسمها فايند او بحث. قلت لك ابحث لي مثلا على كلمه سمارت ارت، هدوس على كلمه فايند واروح اكتب هنا في السيرش سمارت ارت. ايه اللي حصل؟ حدد لك الجزء اللي انت بتدور عليه اهو سمارت ارت. طب لا انا بدور مثلا على كلمة فيديو، ادي حدد لك او عمل لك تظليل على اللي هو انت بتدور عليه. ده لو قال لك ابحث على كلمة معينة داخل مستند من فايند واكتب الكلمة اللي ببحث عليها. طيب هنا ده اللي هو الريزلت النتيجة. طيب البيج بيعمل ايه؟ بيظهر معاك هنا في الجنب الصفحات بتاعتك، انا ما عنديش غير صفحه واحده اهو. طيب جيت قلت لك استبدل فيديو بكلمه فيلم، طالما قال لك استبدال فبروح على حاجه اسمها ريبليس. ريبليس الفايند هي اختصارتها كنترول مع اف. طب كنترول شيفت اف كانت بتعمل ايه؟ هي اختصارت اللي هو نوع الخط. كنترول اف اختصارت فايند او بحث، اما استبدال كنترول مع اتش، هدوس عليه. هنا بيقول لك انت عايز تستبدل ايه بالظبط؟ انا عايز استبدل، بيقول لي فايند وات، الكلمه اللي عايز استبدلها كلمه فيديو. حلو. طب انت هتشيل كلمه فيديو هتحط مكانها ايه؟ هتستبدلها بايه؟ هستبدلها بكلمه فيلم. حلو. جيت قلت له هنا مثلا ريبليس استبدال، ايه اللي حصل؟ هيستبدل لك اول كلمه بس اسمها فيديو، حتى الكلمه الثانيه ما استبدلهاش، سابها زي ما هي. اقول له ريبليس، انا واقف على الكلمه الثانيه اهو. طب الكلمه الثالثه ما استبدلهاش لان انا قلت له ريبليس، فبيستبدل الكلمه اللي انت واقف عليها. بيقول لك وي ار فينيشد سيرشنج ذا دوكيمنت. طيب انا مش عايز اعمل كده، انا عايز اعمل استبدال بس لكله مره واحده من ريبليس، وادي الكلمه اللي انا بدور عليها واللي عايز استبدلها واحط مكانها ايه، راح اقول له ايه ريبليس اول، استبدل لي كله، شال لك كله مره واحده. ده اللي هو الاستبدال. ده داخل مستند، انت بتبحث على كلمه داخل المستند، ماليش دعوه بالكمبيوتر. هنا من علامه اللي هو السيرش اللي من تحت بتدور على التطبيق اللي انت عايزه، يا اما بتدخل على ماي كمبيوتر في السيرش من فوق بتدور على اللي انت عايزه. طيب قائمه هوم فيها اي مشكله؟ دي القائمه الاساسيه بالنسبه لي، دي اهم قائمه بالنسبه لي. القائمة دي لو ركزتوا فيها هو بيجيب لي بالظبط بالظبط الامتحان كله، الامتحان الدولي بيكون على أول ثلاث قوائم، فايل هوم انسيرت. لو لعب شوية ممكن مثلا يجيب لك حاجة في ديزاين، لو عايز مثلا تضيف ازاي حد خارجي وعلامة مائية ولون للصفحة لسه هناخدها. ممكن يقول لك مثلا اعمل لي زوم بمقدار مثلا 25%، ده برضه لسه هناخده.
هنركز على اول 3 قوائم، لان بنسبه 50% او بنسبه 70% الامتحان بيكون كله على اول 3 قوائم. ممكن يا هندسه، ممكن تستخدم كوبي بيست عادي. طيب كده قائمه فايل، قائمه هوم، على ما اعتقد ان هم خلاص اتهضموا، على ما اعتقد ان ما فيهمش اي مشكله، على ما اعتقد اتفهموا، وعلى ما اعتقد برضو ان هو يعني انا لو انا مغمض يعني ممكن ان شاء الله باذن الله اجاوب عليهم. الامور سهله، الامور بسيطه، الناس ما تقلقش، الامور ابسط مما نتخيل. بس لو اسست من صفحه العموديه للكتابه، لا لسه لسه هناخدها ان شاء الله. بس انت بتقسمها من فين؟ من حاجه اسمها لي اوت، لي اوت، وبتحدد الجزء اللي عايز تقسمه لي اوت، واقول له كولوم اعمده، انا عايز اهو عمودين ثلاثه وهكذا من لي اوت، وتختار كولوم. ده لسه هناخده ان شاء الله مع بعض. تمام، حد عنده سؤال في اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده؟ حد عنده سؤال في محاضرة النهارده؟ بالنسبة للميعاد والصوت، الدنيا كانت تمام مع الناس النهارده؟ نثبت على ميعاد الساعة 7:30. تمام، كويس خالص، يبقى نثبت على الميعاد بتاع 7:30 هندسة. تمام، والنت تمام كويس. طب بالنسبة لمحاضرة النهارده، فيها أي مشكلة؟ محاضرة فيها أي مشكلة؟ في أي حاجة ما كنتش موضحها للناس، أو حاجة أنا شرحتها سريع مثلا ممكن أعيد عليها تاني؟ ما عنديش أي مشكلة، يعني الأمور بسيطة مع كل الناس. تمام، بتحدد الجزء اللي أنت عايز تعمل له عملية تقسيم، وبتروح على حاجة اسمها لاي أوت لو في أوفيس 13 او 16 او 19، اما لو في اوفيس 10 هتروح على حاجه اسمها البيج لي اوت. اول ما تختار اللي اوت هتدور على كلمه اسمها كولوم او اعمده، كولوم او اعمده، تختار انا عايز كام عمود، 2 او بالشكل ده، ده اللي هو تقسيم الاعمده. تمام كويس، تمام. حاضر، بالنسبة لنسبة الاقتباس، الفرشة على كذا كلمة مش جنب بعض، يا ريت لو ليها حل إني بحتاجها كتير. حاضر، معلش يا هندسة، بس آخر حاجة اللي هو الفولد سكرين لآخر سؤالين، اللي هو موضوع الاقتباس في الأبحاث العلمية هشرحه إن شاء الله في النهاية، وموضوع الفرشة أنا ما جربتهاش قبل كده بس هجربها، ولو عرفت أوصل لها هشرحها لكم إن شاء الله. اللي هو الفرشة واللي هو الاقتباس بتاع الأبحاث العلمية، ده ان شاء الله باذن الله هنشرحه بعد ما نخلص كل قوائم المستند اللي عندي، مستند الوورد. عايز الناس تطبق، عايز اقول لكم المحاضره بدون تطبيق ملهاش اي لازمه. انا هشرح سواء كنت وحش او كويس، انا هديك بنسبه 20%، يعني انا شرحي 20%، التطبيق هو اللي بياخد منك ال 80%. فلو انا قعدت من هنا للصبح اسمع في محاضرات مطبقتش، هنسى كل اللي انا عملته. التطبيق، التطبيق مهم جدا. حاضر، هنشرحه لما نيجي في النهاية إن شاء الله كده، هقول لكم إزاي تتعاملوا معاه. برضو ده اللي هو خاص بنسبة الاقتباس، وده لو عايز أغير معنى جمل، يعني أنا عندي قطعة معينة مش عايز أحطها هي هي، أنا عايز أغير الجمل دي، أو عايز أغير مثلا أحط كلمة مشابهة ليها، الاتنين دول أهو، ده بيغير لي، بيحط لي لو عندي قطعة عايز أغير الكلام بتاعها بس يديني نفس المعنى، ودي لو عايز اعرف نسبة الاقتباس. تمام، برضه هنشرحها زي ما قلنا في النهاية ان شاء الله. تمام، بكده نكون خلصنا محاضرة النهاردة. بتمنى لكم التوفيق،
واتمنى الناس تكون يعني استفادت من محاضرة النهاردة، والحمد لله يعني مشكلة الصوت والإنترنت اتحلت، وبإذن الله يعني مع الوقت كده إن شاء الله بإذن الله تكون الأمور تمام، نكون خلصنا الوورد الباوربوينت الإكسل الأكسس. زي ما قلنا في النهاية كده إحنا اللي بنشرحه في المحاضرة، أنا بشرح لك الأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات الدولية وزيادة، اللي حابب يستخدم البرنامج بعد كده كاستخدام شخصي. تمام، ربنا يوفقكم إن شاء الله، وإن شاء الله نلتقي في محاضرة غدا الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة وتوقيت القدس الشريف.